السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في عابر السبيل وسنعذر بالعبر ونقف على الفوائد والفرائد من سيرة السيد الأنام عليه أشرف الصلاة والسلام كما قلنا لكم إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة العطرة وأخبار التي فيها نعتبر لمن أراد أن يعتبر كما قال الله عز وجل إن في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال صلى الله عليه وسلم فيما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ في باب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون حادثة كل من ألف في السيرة لابد يمر على هذه الحادثة أي حادثة أي حادثة تلك هي حادثة عظيمة ليش؟ يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك ثم ذكر أبا جهل وعمر بن الخطاب ليش احنا نقول من النبي نذكر هذه القصة؟ لأن النبي دعا الله بهداية أحد الرجلين فلهذا لزاما علينا أن نتطرق ونتحدث عن إسلام عمر لأن النبي دعا بإسلامه طلب إن الله يهديه يقول ابن مسعود: وما زلنا أعز منذ أسلم عمر لما اسلم عمر تغيرت حياه الدعوه تغير النبي صلى الله عليه وسلم وحياته في مكه تعرفون عندما ياتي رجل شديد ذو همه عاليه ذو شده شامخ راسخ لها مكانه مقامه في قومه يهابونه اكيد يقوي الدعوه الاسلاميه الاولى الذي بدا بها النبي صلى الله عليه وسلم بل يتشجع غيره بأن يقبل الإسلام عمر في أول عهدة كان يؤذي أخته وزوجها حيث دخل الإسلام وكان يراقبهم يؤذيهم بذلك يوم من الأيام قال يعني خلينا نشوف هذا ش عنده عمر الخطاب يقول هذا ش عنده يقصد محمد صلى الله عليه وسلم ويبحث عنه وجده في المسجد قال أنا اليوم هذا يوم وعيد سيكون جزاؤه شديد فايش ايش سوى؟ كيف خليني اشوف ايش قاعد اسوي؟ وجد سبقه الى المسجد وبدا يصلي فبدا وقرا ايات من صورة الحاقة فقال هذا قول شاعر قال الله هو بشاعر الله عز وجل والله قال الله هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال كاهن قال الله والله هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وهو يحدث نفسه امر عن يعني حديث ان النبي شاعر او قرا النبي على لسانه والله هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال اذا هو كاهن عمر يحدث نفسه عشان يسمع الايه وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون اذا انظروا كيف الله عز وجل جعل التقدير الالهي وعمر يحدث نفسه ان ما يسمعه من النبي قول شاعر ثم يجد الايه ترد عليه ما هو بقول شاعر تأثر عمر بهذه الآيات التي في سورة الحاقة تأثر شديد جدا. فرجع بدا يخاطب نفسه عمر بن الخطاب. وهو هذا اصح ما ورد في ايمان عمر واسلامه. اصح ما ورد في ذلك هذه القصه والحادثه. فبعد ذلك اعلن اسلامه. لما اعلن اسلامه يقول ابن عبد الله وكنت على ظهر البيت بيتنا والا كفار الكبار قريش جاءوا الى عمر بن الخطاب قال انك صبعت 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 لثالث دين جاء الوائل بن عاص وهذا من المفارقات الوائل بن عاص ما له موقف شريف ابدا الا هذا قال عمر تحت جواري يعني حمايتي ما يمكن احد منكم ان يصيب باذى هنا حقيقه موقف لابد ان نتذكر أن هداية البشرية تنقسم إلى قسمين الهداية هداية توفيق وإلهام كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أنتم شوفون قد الابن يصلي ويزكي والأب لا يصلي ولا يزكي وقد الأب يصلي ويزكي وصالح والابن غير صالح فنوح عليه السلام ما يعني ما ترك الدعوه 950 عام وهو يدعو. مع ذلك ابنه لم يؤمن به. وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصوني من ماء. قال عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ولهذا العبر ان هدايه في قذفها في قلب العباد لا يمكن احد ان يفعلها ابدا. اما هناك قسم اخر من الهدايه يسمى هدايه ارشاد وبيان وتوضيح ودعوه فهذا كما بين الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط المستقيم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى صراط مستقيم، شو الفرق بينه وبين انك لا تهدي من احببت؟ اي قذف في الهدايه في قلوب العباد ليس من شانك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شان احد من بعدك. وإنما هذا خاص لله عز وجل وإنما الهداية الإرشاد والبيان والنص هذه لجميع الناس فلهنا فلهذا لابد أن تعرف أن كيف الله عز وجل هدى عمر وما هدى أبا جهل مع أن الإسلام دعا اللهم أهدي إلى دينك أحد الرجلين وهذا فيه نكتة لطيفة انتبهوا ترى معناته ان عمر الخطاب محبوب عند الله عز وجل. لان النساء قال اهدي احد من احب الرجلين اليك، فكان احب الرجلين اليه, إليه عمر مو ابي جهل. وابو جهل تعرفون وستاتي قصته كيف قتل في بدر. فلهذا الهدايه هي توفيق والهام وتسديد من رب العالمين لكن ها لازم من البيان رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل فالرسل يبينون ويرشدون وينصحون فلهذا ناخذ فائده عظيمه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحه قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولعامه المسلمين ولكتابه ولعامه المسلمين فالنصيحه مطلوبه التي فيها تقديم الناصح للمنصوح احب ما عنده من الارشاد والخير والتوفيق فالنصيحه لا يصلح حال الناس الا بالنصيحه نريد الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله فالنصح والارشاد مطلوبه من المعلمين ومن المصلحين من المرشدين من الائمه من اهل الفهم والتعليم والتربيه ان يقدموا النصيحه للامه جميعا وللناس حتى يستنصحوا ويستقيم حالهم. وبذلك قد وصلنا الى عابر سبيل هذه الحلقه التي نتكلم بها عن اسلام عمر فنعبر بكم ان شاء الله الى حادثه اخرى وقصه اخرى من هذه السيره العطره العظيمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين